كما انتظمت العملية التعليمية بمحافظة جنوب سيناء مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وشهدت مدارس المحافظة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا من التباعد الاجتماعي وارتداء الطلاب للكمامات الطبية داخل الفصول وحجرات الأنشطة والفناء، وذلك حفاظا على الطلاب والمعلمين وجميع العاملين في المدارس. من جانبه أكد محافظ جنوب سيناء انتظام العملية التعليمية في مختلف المراحل التعليمية وفقا للآلية التي تم وضعها للفصل الدراسي الثاني. في الحقيقة النهاردة في إقبال، يعني أقدر أقول حوالي 70% من الفصول من الطلبة والتلامذة موجودين شغالين. طبعا من فترة مرحلة ابتدائي 4 أيام ورا بعض، والإعدادي والثانوي بنظام التبادلي، يعني يومين يومين في الأسبوع. الناس الأولاد رحهم معنا مرتفعة جدا ومبسوطين جدا وسعداء إن هو النهاردة موجودين في المدارس. استشفيت كده من المرور، هم سعداء جدا ومبسوطين وعندهم رغبة، وزي ما يعني من فترة ما جوش المدارس.